استاذ علي حمام. سلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك وحضرات الساده المشاهدين. يعني استاذ علاء طمنا الاول على معسكر الزمالك لو سمحت. معسكر جيد جدا. مستر كارتلون اختار 18 لاعب للدخول لمعسكر المباراه، وعمل تدريبه اخيره خفيفه، والقى محاضرتين فنيتين، محاضره كانت الساعه 6 ومحاضره بعد العشاء كانت الساعه 9. وهنقول اسماء ال 18 لاعب اللي ضمهم مستر كالتلون لمعسكر المباراه. اتفضل. خلاص دلوقتي اختصر واختار 18 فقط لا غير. اختار 18 لعيب فقط. هم اللي هيكونوا موجودين، هم موجودين معاه دلوقتي في معسكر المباراه. وهيخوض منهم 11 المباراه ان شاء الله. 11، وطبعا الباقي هيبقى على دكة البدلاء. الساعة 9 في استاد السلام المباراة إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. مساء اللعيبة اللي اختارهم. محمد عواد، محمد أبو جبل، محمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، حازم إمام، محمد عبد الشافي، التونسي فرجاني ساسي، طارق حامد، أحمد سيد زيزو، محمد حسن، المغربي محمد أناجم، يوسف أوباما، مصطفى فتحي، محمود عباس الشكبالة، المغربي اشرف بن شرقي، ومصطفى محمد. واستبعد كريم بامبو واسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد صبحي لرؤيه فنيه، وعمر السعيد ومحمود الونش وخالد بطيب للاصابه. ثلاثه دول مصابين. تمام. الزمالك هيرتدي زيه الابيض والقميص الابيض والشورت الابيض والشراب الابيض. وحارس مرمى هيرتدي اللون الاخضر. وفريق اول اغسطس الانجوري هيرتدي القميص احمر في اسود وشرطه احمر في اسود، وحارس المرمى بتاعه هيرتدي اللون الاصفر. تمام. مستر كارتلون قبل ما يختار القايمه كان اجتمع بعواد ومحمود علاء. اجتمع بيهم اجتماع خاص يا علاء. اجتماع خاص قبل ما يختار القايمه. من واضح كده ان عواد هو اللي هيحرس مرمى الزمالك بعد ساعات بقى من اول اغسطس، ومحمود علاء هيعود التشكيل الاساسي. تمام. طبعا الثنائي ما شاركوش في مباراه الشرقيه بسبب الايقاف، لكن كده الثنائي جاهز، وهو اجتمع فيهم عشان يبلغهم ان هم هيكونوا موجودين معاه في التشكيل الاساسي للمباراه. تمام. اسالك الاول عن الحضور الجماهيري، كم العدد نهائي؟ لا مش فاكر العدد النهائي، بس هو الزمالك سلم التذاكر لشركه تذكرتي. يبقى كده 15000 زي الاهلي. تمام. سلم التذاكر لشركه تذكرتي، والمعلومه اللي عندي ان التذاكر نفدت. 15000 زيهم زي مباراه الاهلي اللي كانت منذ قليل مع الهلال السوداني. تمام اتفضل. تمام. هو الزمالك جماهير الزمالك اقبلت على شراء التذاكر، والمعلومه اللي عندي ان التذاكر نفدت، وان الجماهير كلها راحت واقبلت على شركه تذكرتي واشترت تذاكر المباراه. الناس بس بتسال بتقول الاستاذ علاء شكله صوته زعلان، الاستاذ زيزو الشناوي والاستاذ علاء بس تعبان وعنده برد. فالناس بتسال. زعلان ليه؟ ازعل ليه؟ الناس بتطمن عليك بس عشان خاطر انت مش متعود. خير بس انا مش زعلان، لا بالعكس مش زعلان ولا حاجه. ما هو باين دور البرد يعني مش عايز يطلع منك يا علو. لا لا الحمد لله الواحد اتحسن بصوره كبيره يعني. الحمد لله الف سلامه يا حبيبي اتفضل. الله يخليك. عندنا كابتن فريق اول اغسطس. ليه تصريح النهارده اسمه داني ماسونجانا. ده اتكلم عن مباراه الزمالك طبعا، بيقول ان المباراه صعبه. وبيقول ان الزمالك تاريخه كبير في افريقيا، وبيقول ان هم جاهزين جدا للمباراه واستعدوا لها بصوره طيبه، وقال ان هم عارفين قوه الزمالك لكن هم استعدوا جيدا وجايين يحققوا نتيجه ايجابيه، وقال كمان ان هم محضرين مفاجاه للزمالك على ملعب السلام. غالبا هم هيخوضوا المباراه كده يعني بخطه هجوميه بقى على كلامه كده، زي المفاجاه اللي كان عاملها الهلال وخدوا 2 عادي، فان شاء الله الزمالك بكره يفوز برضه ب 2-0 ان شاء الله. توقع معايا طيب عشان الناس تتوقع معانا، انا متوقع فوز الزمالك 2-0. هو ممكن بكره الزمالك يفوز 2-0 فعلا. طيب ماشي توقعه. والاهلي النهارده كان يفوز 2-0 لكن الهدف اللي جه في الاخر ده ملوش لازمه، خلاها 2-1. ملوش لازمه معلش. عندنا بقى حاجه مهمه. اتفضل. الاستاذ محمد بيومي طبعا خبير اللوائح. كتب على صفحته كلام خطير جدا.
قال من الواضح ان اداره نادي الزمالك ليست على درايه باللوائح الدوليه التي تنظم العلاقه بين الانديه واللاعبين. تمام. لذلك سوف تخسر قضيه النقاز مثلما خسرت قضيه كهربا. الكلام ده كده ان الاستاذ محمد بيومي بيوحي وبيثبت بالدليل ان الزمالك هيخسر قضيه كهربا، وان كهربا لو كمل مساله انتقاله للنادي الاهلي هينتقل وهيلعب في الدوري المصري الاول يناير بالقميص الاحمر. هو كلام واضح بيقول كده، بيقول لك من الواضح ان اداره نادي الزمالك ليست على درايه باللوائح الدوليه التي تنظم العلاقه بين الانديه واللاعبين. لذلك سوف وهنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل بكره، لان احنا عايزين النهارده ندعم الزمالك بقوه، وهنتكلم في موضوع النقاص ده بقوه بكره ان شاء الله. هو النقاص يمكن ينتهي الموضوع بتاعه خلال الساعات المقبله يعني. انا متوقع كده. كنت عايز اقول لك المعلومه اللي عندي ان النقاص هيروح حياب رئيس النادي. دي المعلومه اللي عندي، بس طبعا رئيس النادي دلوقتي مشغول بمباراه اول اغسطس، فممكن خلال الساعات المقبله موضوع النقاص ينتهي ويرجع اللاعب للتدريبات. لكن هو موضوع كهرباء هو ده المهم، لان لما خبير في اللوائح بحجم الاستاذ محمد بيومي يتكلم ويوحي بخساره الزمالك بقضيه كهربا، يبقى كده ده طبعا موضوع خطير، ويبقى كده الكلام اللي بيتردد بقوه ان كهربا نهى اتفاقه مع النادي الاهلي، ان كده كهربا ممكن فعلا الجماهير كلها جماهير الكره المصريه تفاجئ بيه بالقميص الاحمر في يناير، وانه بيشارك مع النادي الاهلي بصوره طبيعيه، وان الزمالك كده يعني مش هياخد حاجه من موضوع قضيه كهربا. اتوقع ذلك. هنفتح الملف ده مع بعضينا ان شاء الله بعد مباراه الاول من اغسطس. خلينا دلوقتي ندعم نادي الزمالك بقوه، ونقف جنب اللعيبه والجماهير والكيان، وان شاء الله باذن الله الزمالك النهارده بالليل الساعه 9 يحقق انتصار يضاف لانتصار الاهلي، ويستمر الزمالك بجوار شقيقه النادي الاهلي في دوري المجموعات متواصلين بقوه، لان ده مكسب للكره المصريه ابو علاء. ان شاء الله باذن الله تعالى. بشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء حمام اللي كان معانا، واخر اخبار معسكر نادي الزمالك والتشكيل المتوقع لباتريس كارديرون في مباراه الاول من اغسطس.